Good morning, welcome to Get Fit by Fitness Zone. أنا جاد أبي غصن ومعي كارين وفاليري. اليوم رح نعمل بيلاتس وشوية يوغا من سوف بادي بالانس. So the benefits اليوم رح نشتغل كثير على الكور, عضلات المعدة, عضلات الجلوتس المؤخرة, وحرق عضلات اللور باك. So خلينا نبلش بسرعة, عنا only 10 minutes تنستفيد منهم كلهم. Lie on your back, عايزين بس مطلع. بلش بالميوزك, منمد إجرينا فولي. الإيدين على الأرض, منريح راسنا. Drop one knee. Now slowly, منعلي الشيست, نرجع ننزل لتحت. We switch other leg. بعدين نشد المعدة نطلع لفوق, وعم احنا ننزل لتحت. Other leg, push. تأكد انه اللور باك دايما قريب على الأرض. Lift. بعد مرة واحدة. So بالبيلاتس, we exhale through the mouth and inhale through the nose. Now stay here, bend your knees, arms لهون, Pilates 100. So pump the arms, قد ما فيكم بسرعة. Lift your chest, زيدوا pressure على الابس. وإذا فيكم, جربوا مدوا إجريكم. So هلا بتحسوا باللود بالابس. Keep the legs up, extend the arms slowly down. بيرجع we crunch and try to reach for your heels. Extend again. Exhale and reach. All right, stop, turn around, find your hover. ناخذ الكوع دغري تحت ال shoulders, تحت الكتاف. Easy option, كان يكون على الركب. Advance من على ركبنا. جربوا افتحوا ال chest. Squeeze your butt, push your heels back. Now slowly, جربوا قربوا شوي لقدام, عم هلكم. And slowly back. بعد مرة بس تأكدوا ما عم تعلوا البط لفوق, عم نهز in one line. Now stop here, turn to me, side hover or side plank. هلا تأكدوا دايما الكوع بعده تحت الشولدر to protect it. Hips high, أبزين. إذا ما بدكم option فيكم تحطوا رجبة تحت. نشتغل على الأوبليكس, رح نعلي الهيبس up and down. Let's go. Up, down, up, down again. جربوا قد ما فيكم علوا لفوق, حسوا بالأوبليكس عم يشتغلوا. بعد مرة. Alright, drop, نبرم لتاني ميلي, on your back again. Legs extended, slowly crunch, up, and down again. Switch. So exhale on the way up, ومنتنفس لجوا on the way down. Switch. إذا بدكم صعبوها شوي للموف, جربوا وطوا إجريكم شوي أكتر. And when you crunch, حلوا أكتر chest. Last one. Okay, نطعج الركب. Hands here, Pilates 100. كل ما تروحوا أسرع, كل ما تحطوا pressure على المعدة. Shoulders up. Make sure you're breathing. Extend the legs. Okay, مخلي الإجرتين هون, منعلي الإيدين. Wow. And slowly crunch. جربوا زغروا قد ما فيكم هون حالكم. Open. And crunch just like a ball. Okay, we turn. Hover. تاني ميلة. نرجع نعمل زي تشيل. Elbows. دغري تحت الكتاف. نفتح للشيست and we squeeze all the muscles. Option ذكركم فيكم تروحوا على ركب إذا بعدكم واعيين, ما كثير عندكم انرجي بعد. Slowly لقدام. Slowly back. بعد مرة واحدة. Okay team, stop here. Side plank turn. سلام, شغل تاني ميلة من الأوبليكس. كمل الألبو بيلو ذا شولدر. هيبس ار سكوير, سو ما تبرموا الهيبس, خلوهم جامدين. أوبشن على الركبة. ناو ليفت يور هيبس أب أند داون. أب داون. إذا بدكم جربوا علوا بعد شوي أكثر. A little challenge in the morning. أوكي. نرجع نعيد السيكونس. On your back. Extend one leg.
سلولي كرانش. نتنفس لبرا، نتنفس لجوا. سويتش. اوكي سو كام يور بريث، اعملوها على مهلكم. ريلاكس. ايزي اب. سو المفروض المعدة تكون عم تحرق هلا. ابز ار وركينج. اخر مرة. Hey, Benjanese, we love this 100. إذا بدكم تعلوا الكتف، تعلوا الشيست، وإذا بدكم تمدوا رجليكم. Keep the legs extended. Extend the arms slowly back. Slowly up. Again. جربوا لعقلك أكثر هالمرة. بعد أعلى. Two more. Exhale on the way up. أوكي آخر وحدة. رح جربوا تعلوا قد ما فيكم. All the way up. Squeeze, lift and hold. أوكي. نبرم facing me. رح نشتغل هلا على الباك، على الباك muscles. مع يوغا وبيلاتس. Arms here. Find your plank. بنمد ايدينا فولي والاجرين كمان. Option فينا نروح على الركب اذا بدكم. بلش سكوربيون بوز. اجري اليمين من عليا. Push up. Lift. And find your plank. Again, lift. Bend your elbows. Same move. So هيدا البوز اسمه سكوربيون من يوغا. بس نتعج الركبة ما بنعلك الاجر. إذا بدكم أوبشن فيكم تكون على الركبة. Up. Down. Up. نرجع ننزل الركبة. Same move. بلش تحسوا بإيديكم بالمعدة. Okay, we take it easy. On the knees. Hands on. نعلي fully up. Now جربوا. Squeeze your butt and lean back. Slowly forward. بس ايديكم رح تضلوا قراب من الدينين. Again up. حسوا بالستريتش من chest. And forward. Make sure the hands are close to the ears. فنخلي اللود على الابز. Up. Exhale forward. Back to the scorpions. Hands here. Left leg هالمرة. Up. Down. Up. Find your plank. هلا وقت تعلوا اجركم ما يروح التوازن تبعكم، شو بتعملوا؟ لازم تشدوا المعدة فولي، تشغلوا الابس والايدين. You can do this baby again. So إذا كنتوا بردانين اليوم الصبح بفتكر هلا أكيد تشيتوا. Last one. Okay. We take it easy. On the knees. Inhale up. How far can you reach? Slowly forward. Up again. So you're stretching your spine. آخر مرة رح نضلنا فوق هالمرة. Inhale up. Now try this. خذوا الإيدين. وطون down على الهيبس. رح نعمل camel pose. So push your hips down, lift your chest, and try to lean back. قد ما فيكم لورا. Okay, tuck your chin, come forward on your belly. رح نشغل البط. Hands here, lift your legs and squeeze your butt. Now try this. نفتح اجرينا out in, out in, out. In. Okay, listen. Legs down. Take the arms. Now a big circle. Nail the chest. And slowly forward. Again, up. Slowly forward. Now add your breath. Inhale. Exhale. هالمرة رح نزيد الأجرين. So try it. Open the legs. Lift. And slowly forward. Wow.
بتحسي بكل العضلات اللي عم تشتغلوا هون. Same move. آخر مرة جربوا علوا قد ما فيكم. And stop here. Palms below the shoulders. بنعلي. Small stretch. And relax. اوكي هول كانوا 10 minutes تبعنا اليوم، عملنا شوية بيلاتس، شوية يوغا، بذكركم اشتغلنا على الكور، عضلات المعدة، عضلات الجلوتس مؤخرة، واللور باك، باك ماسلز. كانوا just 10 minutes، عادة نحن نعمل a full class، بكون في شوية يوغا أكثر بقلبه، شوية تاي تشي. ها نحن اليوم كانت آخر حلقة معكم بالبادي بالانس، لأنه الشهر الجاي next week رح نعمل غير صفوف، رح نجرب أول شيء صف بادي أتاك. It's a cardio workout، رح نحرق كثير كالوريز، رح نحط loud music، and it's really fun. And energetic. So, إذا عبالكم تجربوا شيء جديد, next week you just need your shoes, تلبسوا running shoes. You join us on Wednesday morning, 10:10, and we'll enjoy it together. Okay? Thank you for watching, and we'll see you again next week. Bye.